إذن بلدية بيروت هو محور حلقة الليلة، عاصمة لبنان بين حاجات اليوم وأحلام الغد، بحوار مباشر ومفتوح مع رئيس بلدية بيروت المهندس عبد المنعم عريس. البداية مثل العادة مع سيرة ومن فتحت، وعنوان هالفقرة الأسبوعية الليلة هو منزل فيروز يتهاوى. شو القصة بهالتقرير؟ قالونا انه هون بشي مطرح كان ساكنة، كان بيت فيروز. ايه هونيك بنص طلعة البتركية، وين بتركية قبلها بشوي. العقار اللي ورانا، العقار هيدا. هي هون كانت ساكنة فيروز؟ ساكنة ايه، اهلها وهي من زمان. من الدبية في قضاء الشوف انتقل وديع حداد وزوجته ليزا البستاني للسكن في منطقة سقاق البلاط في بيروت في العام 1935 بعيد ولادة ابنتهما البكر نهاد. فيروز وأهلها وفايزة أحمد وأهلهم. هنا في هذا المنزل البيروتي القديم عاشت فيروز طفولتها قبل أن تصبح واحدة من أهم مطربات الشرق الأوسط. مستأجرين عن بيت دي فوق، هو اللي فوق كانوا بيت ضيق. قبل سنة اجوا من امريكا اخذوا تعويض وتركوا فله. من بقي في الحي من جيران الثلاثينات يتذكر صوت نهاد وهي تغني. لا انت حبيبي ولا ربينا سوا. كانت ساكنة في أهل لفيروز، إمها وأختها هدى وبيا أبو جوزيف وخيا زوزو، بس هالشي هذا كان قبل سنة 75. هذا الحي الشعبي قرب مدرسة البطريركية الشهيرة اعتاد أن يستضيف العائلات الفقيرة الآتية من الريف للعمل في المدينة. جلست فيروز وأخذت صورها الفوتوغرافية الأولى، ومن هنا زفت لعاصر الرحباني الملحن الواعد الآتي من بلدة أنطلياس في المتن. وبين الوان طاير بيتنا وتحت الورد خيمة هوا. قبل ال 75 فيروز فلت من زمان لما تجوزت بيت الرحباني وتركت البيت من هون. اهلها دل بيا وخيا هون، وبالاحد يعني بال 75 77 78 هيك شيء تركوا وفلوا ودلت الاوضه فاض، يعني ما في حدا، يعني ما عاد حدا استاجرها. منزل فيروز يتهاوى وسيبنى مكانه مشروع سكني ضخم. نصف المبنى تهدم بسبب الإهمال منذ سنوات، والنصف الآخر ما زال شامخا. هو العقار شلق، هو بلش لأنه بيوت قديمة وحجر رملة، بلش يفتحوا الحيطان لوحدهم، وهيدا هبط لوحده من سنتين، هبط على سيارات الجيران، يعني صايرة البيوت بدها شال، صارت خلص وبده يطلع مشروع بناية جديد. مش هيك مش أحلى وأرتب وأنظف؟ بطلب من رئيس بلدية بيروت يجي يزفتلنا شوي وينطفولنا أكثر من هيك، هذا اللي بطلبه. شو بده طلبه؟ مي والكهرباء والنظافة، ما في نظافة زيادة صراحة، وأهم شيء الكهرباء. شوي للمعاقين، إذا بيهتموا شوي للمعاقين بالنسبة للطلعات والنزلات. ضروري مواقف للسيارات بس. تنظيف الطرقات، فتح المجارير وقت الشتاء بتسكر المجارير، بس نظافة. العالم بهم إنه هالرخص الأبن البناء سهلوا لعمرة أكثر شوي. بقدر يطفوا الكهرباء بالنهار ويعطوها بالليل على قليلة. ما في لمبات فيها، في عواميد بس ما في لمبات فيها. مناطق كتير بزوريبنا مثلا هون عتمة ظلمة بالليل يعني جوا.
مع الله ما رضى عبيده، يعني رئيس البلدية تبع بيروت بده يرضي الناس، شغلة عادية. سيرة وانفتحت وحوار مفتوح ومباشر الليلة مع رئيس بلدية بيروت المهندس عبد المنعم العريس. بنرجع لموضوع البداية، مثل ما شفنا خلينا نبلش يعني بالحدث الليلة ومنزل فيروز يتهاوى. أستاذ عبد المنعم مساء الخير كمان مرة، وعدنا بمفاجأة. يعني حبينا نعلن من هالمنبر اللي بقدره كتير كتير مفاجأة لكل محبي فيروز ولست فيروز، انه بلدية بيروت اخذت قرار باستملاك المبنى اللي عاشت فيه ست فيروز، والمبنى كمان اللي قدام منه، ومبنى ثالث بشارع البطركية سكن فيه الشاعر التاجر المصري المشهور بشارة الخوري. وشقة بالطابق الارضي اللي سكنت فيها مع عائلتها ست فيروز اكيد بده يكون متحف لست فيروز. بما انه عم نحكي يعني هالمباني التراثيه ومحور كثير اساسي وكثير من المشاهدين يعني اكيد بيهتموا بهذا الموضوع، عندي سؤال عن المبنى الاصفر. هلا عم نشوفه هون للمبنى قبل ما يتغلف، هلا مغلف بعلان، بس هذا كمان من المباني كثير مهمه. هذا من المباني المميزه والمهمه، وبيمثل حقبه تاريخيه، وبعدين بيمثل شيء بالنسبه لاهل بيروت يعني خلال فترة الحرب. هذا المبنى اندفع حقه بالكامل لأصحابه، وبلدية بيروت هلأ عندها مشروع لترميم هالمبنى وإرجاعه إلى ما كان عليه. شغلة تاني كتير بهتم فيها وكل ما أمرق من حدا يعني بصير أقول ليه هيدا بعده هيك، برج المر، يعني صاير معلم بس أنه منحب يكون معلم حي مش يعني معلم. أنا بتذكر انطرح مناقصة من حوالي 14 سنة تقريبا، المبنى كان بده يتغلف بسموه بجاكيت، يعني ينبنى مبنى حواليه ويتحول هو لما هو موجود بالمبنى هلأ لخدمات توزع على المبنى الجديد، وبعدين وقف المشروع. نعم. كورنيش البحر بده يتمدد باتجاه الشرق لحتى الشرق الشمال لحتى يوصل لحدود بيروت اللي هي نهر بيروت، وبعدين عم نفكر يعني بتوسيعه بأماكن وعمل استعمالات مقاهي وصالات عرض ومواقف سيارات. هل فعلا هنالك أمر لتحويل الصنايع لموقف سيارات؟ جناية الصنايع ستبقى جناية صنايع، عندنا أزمة مواقف عمومية نحن في المدينة. المدينة كل 15 سنة عم يتضاعف عدد السكان اللي فيها، ومتمنى شايفين يعني في أزمة سير وفي أزمة مواقف للسيارات، فكرنا بعمل مواقف للسيارات تحت الساحات العمومية وتحت بعض الحدائق. يعني اليوم كل شيء بيرجع مثل ما كان وأحسن. إذا تقرر يتساوى موقف للسيارات في مكان ما تحت حديقة ما، بترجع الشجر مثل ما كانت، السور بيرجع مثل ما كان، كل ما كان موجود أصلا يحافظ عليه ويعاد إلى مكانه. بس أنه اليوم البلدية بدها تتطلع لمستقبل المدينة، بدها تحل المشاكل، إذا ما بلشنا نحل مشاكل مترقبين بالمستقبل لح يدهمنا الوقت ولح نوصل لمرحلة يصعب حل مشاكلنا فيها. سمعت كمان في مشروع لربط مدينة بيروت كلها ببعض بخطوط للبسكليت، خط سير مزبوط؟ في مشروع عم نشتغل عليه هلأ مع شركائنا الفرنسيين، نعمل مثل ما بيسموها بايسيكل راوت، يعني خط لهواة سواقة الدراجات الهوائية. شكرا لك، يعني أنا كتير سعيد وأخيرا صار لنا هالفرصة أن تكون معنا بالبرنامج بعد 10 سنوات. إن شاء الله بنرجع بنلتقى يعني بموضوع الصنايع، بنحب نخصص له حلقة كاملة، أي شيء بتقرروه يعني لا نناقشه، وبحب يعني يكون استوديو مفتوح، بركي بنعمل حلقة من الصنايع لكل المدينة تشارك ب يعني رؤية الحديقة بطريقة جديدة مثل ما عم بتفكروا فيها. ورح أقول للمشاهدين إلى اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من سيرة وانفتحت. إلى اللقاء.